عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة نقاشية بعنوان مؤسسة العفو الرئاسي بين الواقع والمأمول، وذلك لمناقشة ضرورة وأهمية أن يتم تحويل لجنة العفو الرئاسي إلى مؤسسة لها فروع في عدد من المحافظات لكي تعمل في إطار تنظيمي وبشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى الدور الكبير الذي قامت به اللجنة خلال الفترة الماضية والذي ساهم في الإفراج عن أكثر من 1000 سجين. اللي حصل النهاردة هي جلسة نقاشية بتتكلم عن لجنة العفو الرئاسي وإزاي ممكن إن احنا ننمي هذه اللجنة ونحطها في إطار مؤسسي، مؤسسة لجنة العفو الرئاسي، وده طبعا موضوع هام هيدخل في إطار أو نطاق الحوار الوطني اللي المفروض جلساته هتكون في القريب إن شاء الله. احنا اتكلمنا عن توسيع هذه اللجنة على مستوى الشخصيات وعلى مستوى الفئات، أنا اتكلمت على المرأة، على الشباب، على أحداث. لو ننظر إلى الحالات المختلفة برضو في بعض الزملاء اتكلموا عن هذا الكيان في تصورهم ممكن يبقى زي المجالس المتخصصة، وفي برضو بعض الآراء عرضت هذا الرأي وقالت أنه طالما هذه اللجنة تتبع رئاسة الجمهورية تظل كما هي. فعموما هذه الآراء المختلفة بتطلع يعني أقول حضرتك إيه إضافات ثرية جدا وبتعبر فعلا عن رأي الفئات المختلفة سواء أحزاب أو مستقلين. الجلسة عن مؤسسة لجنة العفو الرئاسي، ولما بنتكلم عن المؤسسة يعني وضع آليات محددة للجنة العفو الرئاسي. لجنة العفو الرئاسي هي لجنة ظهرت طبعا خلال الستة أشهر الماضية، هي طبعا دورها موجود من قبل كده، ولكن الستة أشهر الماضية شهدنا جميعا الإفراج عن كثير 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 من السجناء، ودي حاجة طبعا أسعدتنا جميعا وأسعدت بيوت كتير.